السلام عليكم كبيدات، صافا لاباس عليكم؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا كاملين على خير وبخير. وانتم كتشوفوا في هاد لا فيديو هادي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ونهار جديد. قبل ما نبدا هاد لا فيديو هادي كنبغي نشكر كل وحده خلات لي لي كومونتير في الفيديو اللي فات، شكرا لكم بزاف، شكرا على التفاعل ديالكم وعلى الدعم ديالكم والهلا يخطيكم عليا وكلامكم الزوين. صراحه عطيتوني، حفزتوني، عطيتوني واحد الموتيفاسيون باش ما نبقاش عكزانه. وصراحه من مورايا واحد المتتبعات لي غزالات بحالكم، الله يخطيكم عليا. المهم كيف ما كتشوفوا اليوم ان شاء الله غادي نخرج، لقيتوني دابا لبست العبايه ديالي، غادي نخرج غادي نتقدى داكشي اللي غادي تخصني وغادي نشارك معكم الشهيوات اللي غادي ندير ان شاء الله في الفطور ونوريكم الطبيله ديال الفطور ديالي. ايوا هذا مكان. وقبل ما نبدا هاد لا فيديو، واحد المتتبعه كانت سولتني على واحد البودي اللي فيه الشبكه من هنا، قالت لي سناء منين خديتي هذاك؟ راه كيكون بودي بالكولون ديالو، البودي كيكونوا الكميمات ديالو هكا فيهم الشبكه والكولون لتحت فيه الشبكه، راه موجودين في المدينه دايرين. انا بعدا في الوقيته اللي كانوا خرجوا دابا تقريبا شي عام ونص، شي عام ونص ولا عامين باش شريتهم، كنت خديت في اللوينات دايرين 100 درهم. دابا واش باقيين بنفس الثمن ولا طاحوا في الثمن؟ الله اعلم. المهم راهم موجودين وحتى الثوب ديالهم زوين بزاف. دونك نخليكم هاد الساعه هادي نخرج نتقدى، الا لقيت كيفاش نتقدى، الا زعما الا لقيت كيفاش نصور لكم على برا نصور لكم، حيت كتكون الدنيا عامره وراكم كتعرفوا الاحياء الشعبيه وداكشي كتكون الدنيا عامره. الا قدرت نصور لكم غادي نصور لكم، ما قدرتش نصور لكم نتلاقاو في الكوزينه. يلا خليكم معايا كبيدات. لقيتوني يلا دخلت، عرفتي الزحام على برا والدنيا تبارك الله عامره والرواج، اجواء واعره بزاف. ما كنكرهش، نبقى غير ندور نتقداو هذا، ولكن عرفتي شنو راه الانسان ما كيقدرش صراحه. المهم خديت داكشي اللي خاصني، خديت الفريز، خديت دوك المخيمرات الصغيورين. غادي نشارك معكم واحد الحشوه واعره، كتجي بارده كتجي زوينه. بعدا هذوك الحشوه ضروري انا كل نهار تقريبا خاصني نصايبهم، حيت فعلا وليداتي كيحماقوا عليهم. وجبت معايا هاد لي فون ديال ليكيش، غادي نشارك معكم واحد ليكيش واعرين، تيجيو بنانين فعلا كيجيو بنانين. وهنا القطريه ديالي ها انتما كيف ما كيف ما كتشوفوا، ها هي طابت على حقها وطريقها. عرفتي وخليتها طايبه غير بالمهل بالمهل. دابا غادي نزيد عليها غير الزيتون الاحمر والحامض مصير، راه جبتهم نيت معايا. ايوا صافي نخليها غير تشحر واحد شويه صافي، وصافي صافي وتكون واجده. هي راه ديجا واجده، المهم غير داك الزيتون وداك الحامض يطلق شويه في المريقه. ايوا هادشي اللي كاين. المهم ندوزو اول حاجه، اول حاجه غادي نديروها غادي نصايبو ليكيش كبيدات. المهم هنايا درت المقله، درت فيها واحد البصله كبيره شلطتها، وغادي ندير فيها الملحه والبزار. صافي هادشي اللي غادي ندير في العطريه، وغادي ندير شويه زويته بلديه صافي. وغادي نخلي ديك البصيله حتى طيح، وعاد ديك الساعه نزيد عليها التقطعات ديال الدجاج. انايا غادي ندير تقيت عاد ندير طريفات ديال الدجاج صغيورين. نتوما بغيتو ديروها بالكفته، بغيتو ديروها بالكفته ديال الدجاج، بغيتو ديروها باللي فخوي دماغ باش ما بغيتو، ولكن انايا كيجوني هاد اللي كيشهروا بالكفته، يا اما كنديرهم بالكفته ديال الدجاج ولا كنديرهم بالتقطعات ديال الدجاج، كيجيو غزالين كيحمقوا. كيف ما كتشوفوا هنايا طاحت ليا البصله، دابا غادي نزيد عليهم التقطعات ديال اللحم ديال الدجاج. كيف ما كتشوفوا قطعتهم على هاد الشكل هذا صغيورين. انا كنت خديت 5 كيلو ديال السدر ياك، خديت 5 كيلو ديال السدر، خرجت منهم لي بغوشيط وخرجت منهم، صيبتهم طبيعة الحال قبل رمضان، خرجت منهم لي بغوشيط وخرجت منهم الكفته ديال الدجاج وخرجت منهم هاد التقطعات هادو. صراحه رفعاتني بزاف. صافي غادي ندير الدجاج هنايا، وغادي غير يدخلوا شي شويه الطياب، غير شويه يدخلوا شي شويه الطياب، وغادي نزيد عليهم لي زيبينار. شنو قلتي جودي؟ شنو الكبيدات؟ جودي قالت لكم الكبيدات. المهم كبيدات انايا الدجاج ما طابش ليا، زعما غير دخلوا شويه ديال الطياب، وغادي نزيد عليه هادو لي زيبينار. شوفوا البنات بالنسبه لي الزيبينار طريقه سهله، وما يبقاوش لكم يجيكم هكا، يبقاو طريين، يبقاو محتافظين على المذاق وكلشي ديال لي زيبينار. كتشدو لي زيبينار كتشدوهم ياك، وكتغسلوهم مزيان مزيان، وكتسقطروهم مزيان مزيان، وكديروهم هكا في شي هكا في دي بواط بحال هكا،
وكديرهم في الكونجيلاتور. ما تقطعوهم، انا كنت كندير واحد الخطا، كنت كنقطعهم ياك، كيمشي ليهم الجهد كامل. دابا واحد السيده الله يجازيها بخير قالت لي سناء بقاي ديري لهم هالطريقه هذه، وقلت علاش لا ما نشاركهاش مع الكبيرات ديالي. المهم راه كيبقاو وراقي هما بحال هكا، هانتوما شتو كيبقاو وراق بحال هكا صافي، مع تيكونوا كونجولين كترتقوهم هكا بيديكم صافي كيتفرتو. وراكم عارفين لي زيبينا راه ماشي بالضروره انهم خاصهم يجوا زعما التقطع ديال القزور، القزور معدلوش داك الشيء ماشي مشكل الا بقاو باينين ولا هذا. ايوا صافي غادي نزيد، غادي ندير واحد الكميه ديال لي زيبينا. اجودي راكم عارفين الفوائد ديال لي زيبينا خصوصا على حساب الوليدات الصغار. لي زيبينا واصلا هاد لي كيش هادو ولادي كيحماقوا عليهم وكينفعوني حتى في ليكول، فاش كيبقاو هكا مثلا تيبقاو من الفطور داك الشيء الغد ليه كنديرهم ليهم غير مع السلاط، وكنصيفطهم ليهم ليكول مع الجو مع دانون ولا هذا وديسير صافي ها هما مغذيين صافي. باركة غادي ندير غير هاد الشهد هذا صافي، هادشي اللي غادي ندير ديال زيبينا راه تبارك الله حيت كيدوب دابا راه واخا تشوفوا هاد الكمية هادي ديال لي زيبينا كدوب فهمتوني صافي. وغادي نخليها حتى طيب وديك الساعة نشارك معاكم لاباغي اللي غادي ندير في هاد لي كيش هادو. غادي نشارك معاكم، غادي نصايب معاكم لاباغي ديال الكيش. المهم غادي نحتاجو واحد البيضة، شوية البلحة وشوية البزار ياكم، وهنايا غادي ندير واحد الحكيكه ديال الكوزه ونرجع لكم. شو الكوزه كيتمسخات حيت كل مره كندير شويه. هنايا درت واحد الحكيكه ديال الكوزه راه هي فين كتبان لكم. وهنايا غادي ندير القشره الطريه، صراحه انا هذه ما غير خديتها وصافي ماشي زعما معتمده عندي، كناخذ هذيك ديال ليترون ديك الزرقه ديك كاستروميكس هذيك واعره. المهم هذه غير باش نديباني وصافي. غادي نخوي هذه كامله صافي، وغادي وغادي نزيد عليها الفرماج ياك صافي. غادي نزيد عليها الفخوماج البنات، وغادي نديرها هنايا في هاد لي كيش هادو صافي، وغادي نخشيها في الفران. وها نتوما عقلوا غادي نزيد الفخوماج. بغيتو ديروا هاد لاباغاي هادي وديروها حتى تنفخ لكم عاد ديروا الفخوماج من الفوق ديروه. بغيتو ديروا كلشي في دقه واحده ديروا كلشي في دقه واحده. انا مره كندير هكا مره كندير هكا، دابا حيت ما عنديش الوقت داكشي علاش قلت ندير كلشي في دقه واحده. هنايا درت كلشي في هاد الطبسيل هذا الغارق حيت كثرت الفخوماج بزاف، ودابا غادي نزيد واحد الخميره ديال الحلوه صافي. وغادي نخلط هادشي مزيان مزيان، وغادي نفرقهم على هاد لي كيش ديالي. بدات هنا غادي نشارك معكم الحشوه بالزربه بالزربه، هنا راه دايره الحوت كيتقلى. المهم هنايا الخص كنقطعو على هاد الشكل هذا، شوف كنقطعو هكا الطريفات، وكندير معاه هكا لي فرماج وشاركوتري داكشي. المهم دايره معاه هادا المهم الانواع ديال الكاشير والفرماج داكشي سوريمي، غنقطعهم طريفات صغيورين وغادي نخلطهم مع هاد الفرماج هذا. سمعوا عرفتي عرفتي هنايا ما عجيش على الشارع، وعرفتي ما قلتش لكم الماطر الطونوبيل التريبورتور هاد كلشي. المهم ما علينا نرجعوا لموضوعنا، نخلطوا مع هاد الفرماج بلون واعر البنات. هذا خطير، هذا راه كندير به الكنافه كيجي واعر وبنين بزاف. ما عندكمش هذا ما كتبغيوش هذا ديروا جبلي ولا اي جبل نتوما كيعجبكم باش تجمعوا هاد الحشوه هذه. وبطبيعه الحال واحد شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار. وجودي مبرزطاني ياكي، انت مبرزطاني راه خاصك تعاونيني ماشي تبرزطيني يا جودي. المهم ما علينا، كيف ما قلت لكم غادي هادشي كامل غادي نخلطو ونعمر به دوك الطيبيطات كيجيو واعرين بزاف. بغيتو تزيدو عليهم المايس زيدو عليهم المايس، انا ولادي انتيغدي المايس نديرو لهم شي حاجه. يلا بغيت نقول لكم انا المهم انا كنستعمل يديا باش دوك المكونات كاملين يتعلقوا مع بعضياتهم، كتبقى تتبقى المعلقه غير بريستيج وصافي. المهم نسيت ما قلتش لكم درت واحد الحكيك ديال الطون باش كيعلق هادشي وكيجي داكشي بنين صراحه. جربوها جربوها جربوها، هذه بعدا كنأكد عليها وبقوه جربوها، راه فعلا المذاق ديالها خرافي، وتقدروا ديروا اي انواع ديال الكاشير ولا ديال لي فرماج اللي عندكم. كبيدات كيف ما كتشوفوا جيت نشارك معكم الطويبله ديال الفطور ديالي ديال اليوم. ها نتوما كيف ما كتشوفوا طبيعه الحال تحت الطلب ديالكم نتوما البنات. المهم كيف ما قلت لكم هذه بلاتي هنا على حساب الاضاءه بلاتي فاش كنهبط هاد الحسيوه هادي راه ديجا صيبتها البارح ياك، واعره هاد الحسوه كيحماقوا عليها ولادي. هاد البسبوسه حتى هي كنصيبتها البارح،
هادو لي كيش لي صايبت معاكم دابا كيجيو واعرين فعلا، كيجيو واعرين، كيجيو محمرين وكيجيو منفوخين وكيجيو هشاشين. هادي التقليه ما شايفكم فيها، هادي التقليه. وهنايا واحد الفخيتور، وهنايا المطيبيطات الرائعين اللي قلت لكم ضروري خاصكم تجربوهم، كيجيو بنانين 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 بزاف. صافي وتسمار وشباكيه وبغيريرات اسعد وجودي. جودي راه كنحيد لها التليفون دابا، عندي مشكل مع جودي، ملي كنحيد لها التليفون كتبقى تبكي. المهم كبيدات، هذه الطبيله ديال الفطور ديالنا ديال اليوم، ان شاء الله خيركم في ديوركم. وهنا غادي نسد هاد لا فيديو هادي، وكنقول لكم شكرا لكم مره اخرى على الدعم ديالكم وعلى التعاليق ديالكم الزوينه ديال البارح. كتقول لي سناء غير بداي غير بداي غير كملي يا سناء، غير كملي يا سناء، حنايا معاك. لا يخطيكم عليا الكبيدات، يلا بسلام عليكم وحتى نتلاقاو في فيديو الجاي ان شاء الله. يلا مع السلامه.